على بركة الله. مبروك عليك سي مصطفى. نتمنى التوفيق والنجاح إن شاء الله. آمين. مبروك على المجهودات. إذن مبارك للسيد والي ولاية تصديق السيد مصطفى لماني، تعيينه الآن رسميا وال لولاية الصيف خلفا للسيد محمد أمين دلمشي الذي نتمنى له والآخر كل الخير والتوفيق مستقبلا إن شاء الله. الكلمة دون إطالة إليكم سيد والي ولاية الصيف، تفضل. مشكورا سيد مصطفى لماني. اسمحوا لي قبل كل شيء أن أرحب باسمكم جميعا السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية السيد إبراهيم الراد والوفد المرافق له، مرسلا للسيد الوزير خالص الشكر والامتنان على رعايته السامية لمراسم التنصيب بولاية سطيف، ومتمنيا له دوام النجاح والتوفيق في الإشراف السديد على قطاع الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية. كما يسعدني ويشرفني في المستهل أن أتوجه بأسمى عبارات الشكر وخالص الامتنان للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الثقة التي خصني بها بتكليفي للإشراف على عاصمة الهضاب العليا ولاية سطيف المجاهدة مع كل الحضارات وقلعة التضحيات، وإن هذا التكليف لهو أسمى شرف أتقاسمه معكم لتشاركوني جميعا هذه المهمة الكبيرة بتضافر كل الجهود وبدون استثناء لرفع التحديات من أجل مواصلة ازدهار الولاية ومواصلة نهوضها، وأيضا لنكون في مستوى تطلعات الساكنة المحلية من خلال استكمال مسيرة التنمية التي هي مبدأ ومنتهى مهامنا. سيدات فضليات السادة الأفاضل، إن حضوري هنا في هذه الولاية الأبية لشرف لي وفرصة أخرى لخدمة أبناء وطني، ورغم صعوبة المهمة إلا أنني كل ثقة في النجاح، لأني أرى وجوه نيرة خيرة مستبشرة مفعمة بالطموح والإرادة، وهو الأمر الذي يجعلني متفائل جدا بالدور الإيجابي في مساعدتي والذي ستقوم به كل من السلطات العسكرية الأمنية القضائية المنتخبون الوطنيون المحليون الأسرة الثورية الإطارات المحلية المتعاملون الاقتصاديون الأسرة الجامعية الأسرة الإعلامية المجتمع المدني بكل أطيافه وكل الفاعلين لأجل استكمال المسار التنموي والانطلاق نحو مقاربة عصرية مبنية على العمل الميداني المتواصل والإصغاء للمواطنين من أجل نسج علاقات الثقة تكرس معالم الديمقراطية التشاركية التي تعود من معالم الجزائر الجديدة كما أقرها السيد رئيس الجمهورية. الحضور الكريم، في الختام لا يفوتني في هذه السامعة الطيبة أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل الموظفين والإطارات التي خدمت هذه الولاية وبذلت ما لديها من مجهودات من دون كلل أو ملل للنهوض بالواقع التنموي المحلي. وهنا أخص بتنويه أخي وزميلي الوالي المحترم السيد راشد محمد أمين الذي أتقدم له بدوري بأسمى عبارات التقدير والاحترام، متمني له دوام الصحة والعافية والهناء. أسأل الله تعالى أن يسدد خطانا ويوفقنا جميعا لما فيه الخير للبلاد والعباد. عاشت الجزائر والمجد الخلود للشهداء الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله.